بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فبسبب هذه النازلة التي حصلت في بلدنا بسبب فيروس كورونا، فإن شاء الله تعالى سنحاول من خلال هذه الفيديوهات أن ندعم تلامذة المستوى السادس والذين هم مقبلون على الامتحان في نهاية السنة. وسنبدأ إن شاء الله تعالى هذا الدعم من الوحدة الخامسة، ومع أول درس وهو الحال. فما هو الحال؟ اسم المنصوب النكرة مشتق يبين هيئة صاحب الحال، الفاعل أو المفعول به، وقت حصول الفعل. تأتي الحال مفردة، مثال: انتقل الإنسان مبتهجا، أو جملة فعلية: رأيت التلاميذ يستخدمون الحاسوب، أو جملة اسمية: انتقل الإنسان وهو مبتهج. وحين تكون جملة لا بد لها من رابط الواو أو الضمير أو هما معا، وتكون شبه جملة من الجار والمجرور أو الظرف والمضاف إليه. وسنقوم بشرح هذه القاعدة. إذن بالنسبة للحال، هو اسم منصوب يبين هيئة اسم قبله يسمى صاحب الحال، والحال تكون نكرة وصاحبها معرفة. ننتقل إلى المثال التالي: دخل الرجل فرحا. إذن فالحال هو فرحا، كما سنسطر عليه، وصاحب الحال هو الرجل. إذن فالحالة التي دخل عليها الرجل، يعني دخل الرجل فرحا، فرحا هي الحال، وصاحب الحال هو الرجل. كما أن الحال يأتي نكرة وصاحب الحال يأتي معرفة. كيف يكون صاحب الحال؟ من خلال هذين المثالين سنقف على صاحب الحال كيف يكون. صاحب الحال إما أن يكون فاعلا، كما في الجملة الأولى: دخل الرجل فرحا، فصاحب الحال هنا هو الرجل، والرجل فاعل. أو قد يكون صاحب الحال مفعولا به: رأيت التلميذ نشيطا، فصاحب الحال هنا هو التلميذ، التلميذة، وهو مفعول به. ننتقل الآن إلى الكلام عن أنواع الحال. كيف يأتي الحال؟ تأتي الحال مفردة، كما في المثال الأول: عاد الطفل من المسجد فرحا. الحال هنا مفردة، يعني كلمة واحدة. وتأتي الحال جملة فعلية، كما في المثال الثاني: دخل الرجل يضحك، يعني يضحك جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل. كذلك تأتي الحال جملة اسمية: وصلت التلميذة وهي مبتسمة. هنا الواو واو الحال، وهي مبتسمة الضمير مع الذي هو مبتدأ مع خبرها، إذن هي مبتسمة جملة اسمية. يستمتع أحمد في رحاب الحديقة، في رحاب جار ومجرور وهو الحال، وأتى هنا شبه جملة. أما المثال الأخير: أبصرت خالدا وسط الحديقة، وسط هو الحال، وهنا الحال شبه جملة كذلك لكنه من الظرف. النقطة الأخيرة التي تتعلق بالحال، وهي أنه لا بد في الجملة الحالية من واو الحال أو ضمير أو هما معا، كما هو في المثال. وبهذا إن شاء الله تعالى نكون أتينا على نهاية هذا الدرس، وهو درس الحال والجملة الحالية. وسيجد التلاميذ في نهاية هذا الفيديو نماذج من الإعراب للحال، كذلك تطبيقات على هذا الدرس.
وكذلك ما يتعلق بصفحتنا على الفيس من أجل التواصل. دمتم سعداء، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا، أن يوفق تلامذتنا وأبنائنا، وأن يحفظ بلدنا، وأن يعفى عنا هذا الوباء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.